أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أكل الإنسان الثوم أو البصل أو الكراث ونحوها وحضر وقت الصلاة، فهل يمنع من الصلاة في المسجد أم لا؟ وماذا يجب عليه والحالة هذا؟ نعم، يمتنع من الذهاب إلى المسجد، ويكون عليه إثم ترك الجماعة، يكون عليه إثم ترك الجماعة، لأنه هو المتسبب، هو المتسبب في عدم الذهاب إلى المسجد، فيكون عليه إثم ترك الجماعة. نعم.